مشاهدينا الكرام، نحن اليوم في منزل أم حمد، الأم أماني والدة حمد اللي عبرت عن غضبها واستياءها وقهرها لعدم وجود جدوى في دخول ابنها في مدارس الأردن. أم حمد، بدي أسألك، يعني أنت طلعتي بفيديو هز الرأي العام وعمل أزمة في الحكومة، وزارة التربية وحتى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. احكي لنا شو اللي خلاكي تطلعي بفيديو وأنت بقمة غضبك وعبرتي عن يعني حالة استياء واضحة في وجود أزمة وعدم دخول ابنك حمد للمدارس. صرنا بدنا مدرسة لابني. طبعا احنا سألنا هون المدارس الحكومية، حوالينا ما في مدارس مهيئة، حوالينا حالات مش يعني في ناس حوالينا مش حاطين أولادهم مدارس لأنه أصلا هاي المنطقة مش مخدومة. لجأنا للمدارس الخاصة، نتفاجأ إنه مدرسة خاصة وأنت بدك تدفعي لها فلوس وبدك تحطي شادو تيتشر يعني الراتب عليكي، بتيجي المدارس بترفض. وين حسيتي انه في انتهاك وانه حق ابنك مسلوب؟ بكل اشي. سوري، انا اسفة، انا متماسكة جدا على فكرة، بس يعني مرات بفجروكي يعني ضغط وما حدا بعرف ولا حدا حاسس. بعد ما غرد وغردت وردينا على بعض، طلع حكوا معي يوم الجمعة وصاروا يحكوا لي إنه لازم تيجي يوم الأحد، وأنا كنت لساتني مصرة إنه أنا ما رح آجي. إذا الوزير ما بده يقابلني فأنا برضو نفس الشيء. بس اتصل معي، رجع الأستاذ سامي محاسيس على الساعة تقريبا 9 وحكالي إنه تشرفينا. حكيت له الوزير رح يكون موجود بيقابلني، حكالي الوزير موجود، حكيت له إذا رح آجي. فحكيت له أنا بدي أحل المشكلة من عندي، إنك تعطيني كتاب للمدرسة خاصة، وحكيت له اسم المدرسة لأنها قريبة من بيتي. حكالي بنعتذر منك، إحنا ما بنمنع المدرسة الخاصة. رحنا واستقبلنا الأمير مرعد، يعني ما أنا لغاية الآن مش فاهمة، لأنه صراحة الموضوع صار فيه إنه كل حدا عم برمي اللوم على الطرف الآخر.